نتابع حلقتنا مع أجواء الرقص والتراث اللبناني لننتقل سوا إلى خشبة مسرح اليونسكو اللي شهدت على عرض لفرقة فهد العبد الله. أكثر من 100 راقص وراقصة من مختلف الأعمار قدموا لوحات فنية منوعة بين الدبكة اللبنانية ولوحات أخرى. تقرير. نصف من الوقت ومسرح اليونسكو بحركة دائمة لمتابعة مشهدية رائعة، أكثر من 100 رائص ورائصة من معهد الفنان فهد العبد الله تمايلوا بتناغم وانسجام بلوحات تنوعت بين الدبكة التراثية والرقصات المتنوعة اللي بتحمل بصمة فهد العبد الله تطويرا وتحديثا. اليوم محضرين ساعة وربع ساعة ونص من الرقص، جميع أنواع الرقص من 3 سنين ل 30 سنة، ريتميك، بالي جاز، بالي كلاسيكي، فوق، دبكة شرقي صغار، دبكة كبار، شرقي كبار، كله بتكنيك عالي بمستوى عالي. يعني اليوم اللي عم نعمله نحن تحدي، نحن حابين نعيش وحابين هالبلد يعيش وحابين نكون الفن هو الوحيد اللي بوحد البلد والثقافة هي اللي بتوحد البلد، وبقيت ما بقى عم يدمر البلد. الأستاذ فهد عملنا عائلة أصلاً، كنا جايين واحد واحد، صرنا كلياتنا رفقة ونسينا شوي هالأخبار السيئة اللي عايشين فيها. هو تاريخ فهد العبد الله، يعني ما حدا، أنا هو ستار. بعتبر حالي أنا من مؤسسي فرقة فهد العبد الله. أرقص كرمال هيك أنا جيت على اليونسكو، صاروا ريدي ما بقى يتعبوا، صاروا كتير منيح. بحب الموسيقى والحركات اللي بنعملهم. عندي 2 باليه وعندي 2 دبكة. هيدا كوستيوم الدبكة الصوفية وبعمل كمان شرقي. إبداع، شي جميل، شي بيفرفح القلب، شي بيشرح الصدر. كبار اجتمعوا على المسرح ليجسدوا الرقص الشعبي بكل أنواعه المبنية على مبادئ الالتزام والتطوير، التزام الفولكلور والتراث وتطوير خطوات رائصة وإدخال تقنيات جديدة بلمسة سحرية. كثير بحب أرقص. شيء حلو كثير، يعني بيغلط اللي ما بيحط أولاده. تحضير بالبيت، الإحساس بالفت، يعني حاسة إنه في شيء مهم لح يقدموه. أنا كثير مبسوطة إنه بدنا نرقص، نطلع من جو الدرس. تجربة كثير ناجحة وكثير مبسوطين. لابسين هول التابع عشان يعني رقص الالين. حصل سنتين بالمعهد وبصف الدبكة وما بفكر اترك. هني مبسوطين وانا ناطر على اللحظة. هني بيغير جو البعض من انفجارات لموسيقى وهدوء.
إذن هذا جزء من النشاطات الثقافية الكثيرة اللي عم تشهدها بيروت وكافة المناطق اللبنانية بهالفترة، أكيد خاصة عن المهرجانات. مزبوط، بس بعيدا عن المهرجانات بما أنه عم نذكر فيهم دايما، خلينا نعطي حصة للمعارض. معرض للفنان مازن كرباج عم بيعرض خلاله أعمال قديمة وجديدة، نقاها بين الأعمال اللي نفذها بين العامي 2006 و2014 بعنوان تشيب برينت. تم افتتاحه الأسبوع الماضي وبيستمر لغاية 12 تموز بقاعة زوال بالبلان باي من الساعة 11 قبل الظهر للساعة 8:30 المساء. هذا بالإضافة لأنه بكفية عم تحتفل بمهرجان الدراء جمعة سبت واليوم الأحد، بالإضافة للويك أند المقبل كمان جمعة سبت أحد، مع نشاطات مختلفة وأكيد منتوجات كلها خاصة بالدراء ونشاطات خاصة للأطفال وكمان أكيد للكبار بيتسلوا. طقس حلو، حلو المشوار على بكفية. وبذكركم كمان فيكم تتوجهوا لأسواق بيروت. معرض للفنان المكسيكي الهولندي يان هندريكس مستمر لغاية 26 تموز بسوق الصاغة. وبذكركم كمان أنه سمان دولا كريتيك ما زالت فعالياتها مستمرة، وعروض للأفلام يلي شاركت بأسبوع النقد خلال آخر نسخة من مهرجان كان. وبتتوجهوا للسينما متروبوليس سوفيل لتطلعوا على تفاصيل عروض كل الأفلام بصورة يومية خلال كل هالأسبوع. بعتقد المهرجان بثمانية أو تسعة الشهر بيخلص. تفاصيل الأخبار السياسية ضمن كلام بيروت اليوم مع زميلنا سلمان سري الدين ودكتور عاطف مجدلاني. صباح الخير، كيفكن؟ صباح الخير جوال وبيارات ولا ضيف دكتور مجدلاني. صباح الخير للجميع. شو سياسيا والعاني أكثر من المونديال؟ المونديال أكثر؟ لا لا، سياسيا ما في شيء، كله رواق الحمد لله. كله رواق. نحكي مونديال فازا مع دكتور مجدلين. بس لا عن جد خليني اقول انه اخبار المونديال طاغيه شوي على السياسه هالفتره، خصوصا هلا هالفتره صرنا بالنهائيات. يعني ان شاء الله يا ريت اخبار الرياضه بتضل طاغيه على. مين بتشجع دكتور؟ اي فريق؟ انا مع الفريق اللي بيلعب احسن. هلا دكتور مع الجزائر يعني والمانيا. انت قلت يا ريت اخبار الرياضه دائما بتضل طاغيه، بس يا ريت سياسيين كمان بيتحلوا بروح رياضيه. صحيح معك، هيدا اللي بدنا اياه والناس. بس مش عم تترجم. صحيح. على الارض الروح الرياضيه واضح. تفضل. يعني اليوم صحيح اذا بدنا نقول الجانب الاجتماعي الاقتصادي الانمائي في ظل هذا الغياب، مثل ما عم بتقول ما في حيويه، مش موجود، ما في تحرك لا بموضوع الرئاسي، بالملف الأمني هناك عمل ولكن الخوف ما زال قائم. اليوم الكلام الكبير حول موضوع داعش، حول الإمارة الإسلامية، حول التفجيرات، ما يجري في العراق، والخوف كما طلع بيانات أيضا في الداخل اللبناني. ما هو تحرك السياسيين على هذا الإطار على الصعيد الأمني السياسي؟ وين رئيسة الجمهورية؟ وين عمل الحكومة؟ وين الملف الاقتصادي الاجتماعي؟ أيضا ملف الجامعة اللبنانية رح نتابعه مع دكتور مجدلاني. نتمنى لكم حلقة موفقة. بنختم مع تقرير الرياضي، وخلونا نذكر انه الفرق الأربعة يلي تأهلوا هن ألمانيا والبرازيل رح يلعبوا سوا نهار الثلاثة. الأربعة بنشوف ماتش بيجمع أرجنتين وهولندا يلي ربحوا مبارح بالمباراتين يلي صاروا، وخلص صرنا على الآخر. نحن بنعطيكم موعد بكرة بحلقة جديدة. بيبقى انه نتمنى لكم نهار أحد حلو. باي. كشفت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أنه نجم المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا كان بينه وبين إصابته بالشلل مسافة مقدارها بوصة إنش واحدة فقط. وذكر الحساب الرياضي لبي بي سي على موقع تويتر بأنه مدافع منتخب كولومبيا زونيغا لو أصاب بركبته أعلى ظهر النجم البرازيلي قليلا لأصاب الأخير بالشلل، مما يعكس خطورة وحساسية الإصابة التي تعرض لها نيمار. ونشرت على وسائل الإعلام صورة الأشعة لظهر نيمار التي توقطت بعد نقله من الملعب للمشفى قبل الإعلان رسميا عن انتهاء مشواره في بطولة كأس العالم. المنتخب البرازيلي كان تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره الكولومبي بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب بلاسيدو أديلادو كاستيلو. وبهالنتيجة راح يكون المنتخب البرازيلي عم يلعب مع المنتخب الألماني في مباراة نصف نهائية سيغيب عنا اللاعب نيمار. المنتخب الألماني عم يحمل رقم 13 بالتأهل إلى الدور نصف النهائي، وهذا رقم تاريخي، ورابع مرة على التوالي تتأهل إلى مباراة نصف نهائي ستكون كل أنظار العالم متوجهة إليها، خاصة وأن تجمع قطبي العالم ألمانيا والبرازيل. الجماهير البرازيلي تلقت صدمة كبيرة بعد الإعلان أنه نجم الفريق نيمار لن يتمكن من إكمال المونديال. رودريغو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي أكد أنه الأشعة التي أجريت بالمستشفى كشفت أنه اللاعب تعرض لكسر في الفقرة الثالثة للعمود الفقري، وهو سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع. إشارة إلى أنه نيمار كان أكثر المسجلين للمنتخب البرازيلي هالمونديال بـ4 أهداف، وهو النجم الأبرز للسامبا الساعي للفوز باللقب للمرة السادسة بتاريخه.
قدم نادي انتر ميلان الايطالي لكره القدم لاعبه الجديد الصربي نيمانيا فيديتش القادم من مانشستر يونايتد الانجليزي. المدافع المخضرم اللي التحق بالنادي الايطالي بعد مسيره رائعه مع المان يونايتد امتدت لثمان سنوات قال: كنت على وشك اللعب في الدوري الايطالي قبل 12 سنه لكني لست نادما على تاخيري. تبقى الاشاره الى انه عقد فيديتش البالغ من العمر 32 سنه يمتد لثلاث سنوات. قدم السويسري روجيه فيدرير عرض قوي ليكتسح الكندي ميلو شراونيتش ويتأهل إلى نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية الدولية للتنس المرة التاسعة في مشواره. فيدرير الطامح للفوز بلقبه الثامن بهالبطولة الكبرى تمكن من حسم اللقاء أمام راونيتش لصالحه بثلاث مجموعات دون مقابل وبنتيجة واحدة 6-4، وهو سيواجه في المباراة النهائية اليوم الأحد المصنف الأول بالبطولة الصربي نوفاك دياكوفيتش اللي تخطى بصعوبة منافسه البلغاري غريغور ديمتروف بثلاث مجموعات مقابل واحدة بواقع 6-4 3-6 7-6 و7. تصدر الألماني سيباستيان فيتال الجولة الثالثة والأخيرة من التجربة الحرة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى ببطولة العالم للفورمولا 1. فيتال سائق ريد بول رينو وبطل العالم أربع مرات متتالية واللي متمكن من تحقيق أي انتصار الموسم الحالي كان حل خامس بالجولة الثانية من التجربة الحرة اللي تصدر البريطاني لويس هاملتون سائق فريق مرسيدس بعد ما تفوق على الجميع لسيما زميله الألماني نيكو روزربرغ متصدر الترتيب العام.